أخيرا في المغرب، جودة عالية وبثمن في المتناول، هاتف بمميزات اللي زوينة بزاف، ما تقدرش تلقاها مجموعة كاملة في هاتف واحد. دابا مع بوكو اكس 3 NFC تقدر تقول انه بالفعل ولا عندك التليفون اللي شحال هذا وانت كتحلم به. باش نتعرفوا اكثر على هذا الهاتف وعلى الثمن ديالو في الاسواق المغربيه، تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم على المغربياتك في مراجعه الهاتف بوكو اكس 3 NFC الجديد. الهاتف اللي كيتعتبر من هواتف الفئة المتوسطة، جانا بجوج ديال الألوان، الزرق والكري، ومع مميزات اللي ما تلقاوها غير في الهواتف الرائدة. أول حاجة غادي نبداو بها هي الديزاين اللي كيبان أنيق بزاف. الظهر ديال الهاتف مصنوع من البلاستيك، ولكن إلا ما كنتيش قلبتيه فراه غيسحب لك مصنوع من الزجاج، بالأخص انه الى حركتيه لون الهاتف كيتعكس في كل حركه مع الضوء. غنلقاو كلمه بوكو منقوشه بشكل كبير وعمودي في الاعلى. غنلقاو ايضا دائره وسط منها مستطيل فيه الكاميرات والفلاش. بالنسبه للكادر فهو مصنوع من الالومنيوم من الجهه اليمنى. غنلقاو لي بوطون ديال التشغيل وديال التحكم في الصوت بالاضافه للبصمه. في اليسر غنلقاو مدخل لا كارت سيم ولا كارت ميموار، ومن التحت غنلقاو مدخل الشارجور USB تيب سي وسماعات ستيريو ومدخل سماعات ميكرو جاك. في الاعلى غنلقاو ER بلاستر للتحكم عن بعد في الكمبيوتر او التلفازه في حاله ما تودرات لك تيليكوموند. بالنسبه للحجم فهو 215 غرام في الوزن، وفي الطول 16.5 سنتيمتر و7.7 في العرض و9.4 ملم في السمك. بالنسبه للاكرون غنلقاوها من نوع IPS LCD بمقاس 6.67 بوص وبدقة 6.67 فول اتش دي بلس، اللي كتدعم 395 بيكسل في كل واحد بوص، والتردد بدقة 120 هرتز. الشاشة كتدعم تقنية اتش دي ار 10، هادشي اللي كيعطينا واحد الشاشة اللي هي كبيرة بإضاءة ممتازة، والخدمة فيها تتكون سلسة وخفيفة، وهادشي اللي غتلاحظو ملي تكون كتلعب او لا كتقلب على الموني. ومع طبقة حماية من كورنين غوريلا غلاس 5 اللي كتقاوم لينا الصدمات والخدوش في حالة ما طاح لك الهاتف ولا تحك مع شي آلة حادة. بالنسبة للسوفتوير غنلقاو بوكو اكس 3 NFC كيجينا باندرويد 10 وواجهة ديال اخر تحديث مستخدم من عند شركة شاومي. الهاتف كيجينا بمعالج من شركة كالكوم اللي هو سناب دراغون 732G، بسرعة تردد كتوصل حتى ل 2.3 جيجا هرتز. و اكس 3 كيتعتبر هو اول هاتف من الفئة المتوسطة اللي كيستخدم معالج بهذه الجودة الكبيرة في الهاتف ديالو، مع معالج صوميات ادرينو 618 وهو اخر معالج صوميات تم اصداره مؤخرا. بالنسبة لعشاق الالعاب، الهاتف جاب الجديد اللي هو تقنية جيم تيربو 3.0 اللي كيعطي واحد تجربة مذهلة بزاف في الأداء. بالنسبة للميموار الهاتف تيجينا ب 8 جيجا في لاغام و 128 جيجا اوكتي في لاغوم و في الميموار، ومن الممكن أننا نزيدو كارت ميموار خارجية ميكرو SDXC. بالنسبة للكاميرات الهاتف جانا بربعة ديال الكاميرات في ظهر الهاتف، الأولى ب 64 ميجا بيكسل، الثانية 13 ميجا بيكسل، والثالثة 2 ديال الميجا بيكسل، والرابعة 2 ميجا بيكسل. الكاميرات كتوفر فيهم تقنية بانوراما و HDR ومعاهم فلاش مزدوج. الكاميرا الأمامية 20 ميجا بيكسل بفتحة 2.2 بتقنية HDR. في المجمل الأداء ديال الكاميرات ممتاز وغادي يرضي المستعملين ديالو، بالأخص اللي كيعجبهم يتصوروا بزاف. بالنسبة للباتري فهي كتجينا بحجم تيوصل حتى ل 5160 ملي امبير وبلا شارج رابيد 33 واط. شاومي بوكو اكس 3 NFC ممكن نعتبره نسخه مطوره لشاومي بوكو اكس 2 بفضل التغييرات اللي دارت ليه سواء في الديزاين او لا في المعالجات المطوره اللي زادوها فيه. بالنسبه للثمن ديالو في الاسواق المغربيه فالهاتف متوفر بثمن تيوصل حتى ل 2450 درهم. في نهاية الفيديو ما تنساوش إلى عجبكم الفيديو دعموه باللايك
وإلى عندكم شي ملاحظات ولا تساؤلات شاركوهم معنا في التعليقات.